مشهد إلقاء سيدنا إبراهيم في النار كأنك تراه. لما أصر سيدنا إبراهيم على دعوته وحطم الأصنام، اتفق قومه على قتله بالحرق بالنار رغم أن عمره كان 16 سنة بس، لأن هم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وكلمة فتى في اللغة تعني حوالي 16 سنة. يقول الله عنهم قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، بنيان ضخم استغرق بناءه 4 أشهر، وأكيد كان سيدنا إبراهيم محبوس مقيد حتى يكملوا البناء الضخم. اسمع الآية، قالوا ابن له بنيانا، كل البلد حتشارك، كل مدينة بابل الكبيرة، حتى كانت المرأة لو مرض لها مريض تنذر، لو شوفي مريضها حتشارك في جمع الحطب لإشعال النار. طب ليه ما قتلوهوش من غير كل التعب ده؟ لإخافة كل من تسول له نفسه بعد سيدنا إبراهيم إن هو يقلده. خافوا إن يجعلوا البنيان داخل المدينة فتحترق مدينة بابل، فأقاموا البنيان خارج المدينة، أشعلوا النار لدرجة إن الطيور كانت إذا طارت فوق النار تسقط من حرارتها. تخيل حال سيدنا إبراهيم، شاب عنده 16 سنة، يا ترى كان خايف؟ يا ترى كان في قمة الثقة في الله؟ مش ممكن يا جماعة حد يستحمل ربع كده ويفضل واثق في الله، لكن ازاي هيرموه في النار وهي مشتعلة كده؟ ده لو حد قرب هيتحرق معاه. فأتوا بالمنجنيق عشان يقذفوه من بعيد فيقع في النار. دي أظن أصعب موت حد ممكن يتخيلها في التاريخ. وهنا جه سيدنا جبريل وقال ألك حاجة يا إبراهيم؟ محتاج مني حاجة؟ رد عليه وقال له أما لك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنني عن سؤالي. يقول الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هم قالوا احرقوه وربنا قال كوني بردا وسلاما. هم يقولوا اللي هم عايزينه، فالأمر كله بيد الله. لازم يكون عندك ثقة في كده. إزاي ما حرقتش النار؟ يا جماعة الأشياء مش بخواصها ولكن بأمر الله. هو اللي يقول للنار احرقي، وللسكين اقطع أو لا تقطع، وللعين ابصري أو لا تبصري. اللي خلى النار ما تحرقش سيدنا إبراهيم هو اللي خلى السكين ما تذبحش سيدنا إسماعيل. فثق في نفسك وثق في الله لو أنت موصول بيه. خرج من النار ولم تفك النار إلا قيوده ولم تمس ثيابه. خرج أمامهم ومع ذلك لم يؤمن أحد. ورد في الأثر إن سيدنا إبراهيم قال عن هذه الأيام ما مرت بي أيام أنعم عندي من أيام بقائي في النار لأني كنت في تسبيح الله. الدرس الكبير اعمل الخير وبعدين توكل على الله ولا تخاف، ثق في الله، ودايما قول حسبي الله ونعم الوكيل.